السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، كيف كتشوفوا معايا اليوم غادي نطيبوا المعكرونه اولا سباكيتي مع شوقه الجماهير، ولكن بواحد الطريقه اللي هي سهله ورائعه. غادي نطيبوا ان شاء الله هذا الطبق ديالنا اليوم في هذا الطنجره اولا في هذا المقله اللي راقه شويه. فهنا كيف شفتوا معايا حطيت سباكيتي وغادي نضيفوا لها الخضر. هنا عندي الفلفل الوان، فوالا عندي الفلفل اخضر، عندي طماطم. بالنسبه للطماطم كل لكم ديروا طماطم يعني هكا طوماط سوريز، كتجي لذيذه بزاف مع المعجنات. ولا يمكن لكم ديروا كذلك المطيشه يعني الكبيره، الطماطم الكبيره نقيوها وقشروها، اغسلوها وقشروها عفوا وزولوا لها البذور. هنا عندي البورو وعندي كذلك الجزر اللي هو محكوك. هنا انا كنفضل نستعمل البورو، يمكن لكم تعوضوه بالبصل. انا هنا كيعجبني يعني نستعمل البورو الا كان متوفر عندكم، اولا الثوم القصبي كيف ما كيسميوه. فوالا غادي ندير المكونات من جواه بجوج، فوالا هنا عندي الفلفل الأحمر، عندي الفلفل أولا عندي الجزر مبشور. يمكن لكم ديروا أي نوع من الخضريات متوفر عندكم. هكا كندخلوا شي حاجة اللي هي بحال هكا خضر لوليداتنا كياكلوهم بلا ما كيحسوا بهم. وكنديروا طماطم، هذه هي الخضر اللي غادي نستعمل انا في هذا الطبق اليوم. وانتم يمكن لكم تستعملوا كيف قلت لكم اي نوع ديال الخضر متوفر عندكم بحال الكورجيت، يمكن لكم ديروا كذلك حتى الشامبينيون الا بغيتوا ديروه في هذا الطبق هذا، حتى هو كيجي فيه لذيذ وزوين. حاجه اخرى اللي هي مهمه وخصني ناكد عليها هو ان القطع ديال الخضر ديالكم خصكم تكونوا مقطعينها رقيقه بزاف. بحال الفلفل شوفوا انا يعني قداش مقطعها قطع صغيره هكا، لا الفلفل الاخضر لا الفلفل الاحمر، وكذلك حتى المبشور ديال الجزر فهو مبشور بطريقه اللي هي رقيقه اولا هانتوما فوالا هي رقيقه بزاف. كذلك حتى البصل يمكن لكم انكم يعني تقطعوه او تفرموه قطع صغيره جدا. وحاجه اخرى بالنسبه لهذه الطريقه ديال الطهو، فمن الافضل انكم تكون عندكم يعني المعكرونه ديالكم من النوع الممتاز او ديال القمح الصلب هكا باش تضمنوا انها ما غاديش يعني تعجل لكم ولا تلصق لكم. هنا كنضيفوا الملح اللي غادي يطهو لينا هاد الطبق ديالنا، وغادي نضيف كذلك واحد 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون. فوالا غادي نضيفوا كذلك الفلفل الاسود واحد الملعقه صغيره، عفوا نصف ملعقه صغيره. فوالا بالنسبه للتوابل تبارك الله راه النساء المغربيات الحادقات يعني راه كديري عينك ميزانك الكميه ديال التوابل اللي غادي تحتاجي، فكتبقى على حسب الخضره اللي عندك وكذلك الكميه ديال المعكرونه اللي درتو. هنا عندي واحد نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر كيبقى اختياري،
غادي ندوزو دابا باش نديرو الطبق ديالنا فوق النار. بما اننا غادي نطيبو واحد الطبق ديال المعكرونه فاكيد خصنا نكونو مغلين الماء يعني من قبل. هنا غادي ندوزو مباشره باش كنكبو هذاك الماء اللي ديجا غليناه فوق من المعكرونه، كنديرو الكميه اللي غادي تغطي لينا هاد الطبق ولا اللي غادي تطيب لينا هاد الطبق ديالنا. كيف كتشوفوا معايا فانا هنا يعني ما عمرتش الطنجره ديالي لانني كانت عندي هاد المعكرونه اللي هي ما هبطاش ليا القعر، فغادي نتسنى ليه حتى كيغلى. كنبقى نحاول انني نغطسها بحال هكا ونتسنى عليها حتى تغلى وتهبط ليا شويه، وعاد باش ديك الساعه فوالا عاد باش ديك الساعه غادي نغطي عليها ونخليوها طيب. تقريبا هاد الطبق ياخذ لينا واحد 20 دقيقه 15 حتى 20 دقيقه وكيصبح جاهز. كيف كتلاحظوا معايا فهنا بدا كيغلى عندي الخليط. نسيت ما ضفتش واحد جوج فصوص ديال الثوم، فهنا درت جوج فصوص كبار ديال الثوم، وغادي نضيفو واحد ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم لهذا الشكل هذا. صافي كيف شفتوا معايا فهنا عندي الماء يعني مغطي ليا المعكرونه اللي عندي وكذلك حتى الخضره، ما كنقويوش الماء بزاف. من بعد ما كيغلى غادي نقصو عليه على نار مهيله ونخليوه غادي نغطي بطبيعه الحال، وغادي نخليه يطيب على خاطرو. وقبل ما نقص عليه غادي نضيف واحد شويه ديال الحباق وديال الزعتر اليابس. هنا انا عندي هاد خليط البهارات، فوالا خليط من النباتات المعطره اولا هنا فهنا فيها الحباق فيها اليازير فيها كذلك الزعتر، كيعطي واحد المذاق غزال لي بات. انا كنستغني اولا كنحاول انني نتفادى ندير هذوك الضامه ديال البناء اولا هذوك المكعبات ديال المرق، من الافضل ان الواحد يتجنبهم. صافي دابا غادي نغطي على الطنجره ديالي ولا على المقله ديالي وغادي نخليها كيف قلت لكم. انا هنا نقصت العافيه وخليتها مهيله تقريبا 20 دقيقه وغادي نعاود نوريكم الشكل النهائي. فوالا فمره مره كنحلو وكنحركو على الطبق ديالنا، وكيف شفتوا معايا فصافي هنا يعني من بعد ما دازت 15 دقيقه ها هو طاب ولا موجود. بقى لينا الا ندوزو باش نحطوه في طبق ديال التقديم. ها هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا كيفاش كيجي، فريمون كيجيو محلولين وكيجيو زوينين. وغادي نزينو يعني بشويه ديال المعدنوس. انا دائما كنتعمد انني نضيف المعدنوس يعني في لمسه اخيره حتى نطفيو على الطبق ديالنا، هكا باش كنبقاو محتفظين بالفوائد الغذائيه ديالو. ما بقالي الا نقول لكم الى اللقاء والى فيديو مقبل ان شاء الله. هانتوما شوفوا الشكل ديال لي بات ديالنا، فعلا كيجيو محلولين وكيجيو لذاد. نتمنى انكم تجربوها، ولا عجبتكم الوصفه فما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم وكذلك تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء والى فيديو مقبل ان شاء الله.